بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أطلق معهد الإدارة العامة بيبا البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية ضمن خطة المعهد التدريبية لعام 2017 بهدف إعداد قياديين حكوميين ذوي كفاءة عالية قادرين على تحقيق تطلعات الحكومة والمواطن، إذ أن البرنامج يعتبر خلاصة تجارب وخبرات ومقارنات مع أفضل الممارسات التدريبية في حقل الإدارة العامة. وقال سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بيبا، قال إن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالموظف وتمكينه ليكون جديرا بالخدمة المدنية وقادرا على تحقيق أهدافها وتنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفء والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الحكومة، مضيفا أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي يقدمه معهد الإدارة العامة بيبا لمختلف المستويات الوظيفية الحكومية سيحقق نقلة نوعية في تطوير العمل الحكومي، ما سيرفع من معدلات الأداء والرضا والتميز والجودة والكفاءة في العمل. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. دكتور، بداية مساء الخير، وبلا شك معهد الإدارة أطلق البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بقرار من مجلس الخدمة المدنية كسياسة موحدة للتدريب في القطاع الحكومي، هل لك دكتور أن تحدثنا بشكل مختصر عن هذا البرنامج؟ مساء النور أخوي، مساء النور الجميع. نعم، من طاقم من الرؤية الاقتصادية 2030 وحسب متطلبات الأولوية الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة المخصصة في ما يسمى بحكومة فعالة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين، صممنا البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كآلية استراتيجية أساسية لبناء القدرات الحكومية والقيادية خصوصا في القطاع الحكومي. على أساس أقر مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية السياسة الموحدة حق التدريب الحكومي واعتماد البرنامج الوطني للتطوير وتطوير القيادات الحكومية، يهدف بشكل أساسي إلى تأهيل مسؤولين قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة. نعم. دورهم الأساسي في المنظومة الحكومية هو لرفع الكفاءة وتحقيق المبادئ الأساسية اللي في الاستراتيجية الوطنية. نعم. طيب دكتور، ربما هناك من يتساءل، يعني ما النموذج الذي استند عليه المعهد في تصميم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؟ انطلق المعهد من الاستراتيجية الجديدة لعمام 2016 ل 2018 اللي هي بدأت في معهد الإدارة العامة كمرحلة ثانية بعد الاستراتيجية الأولى اللي الحمد لله نجحنا فيها. ندعو فيها إلى أداء حكومي متطور وتنمية مستدامة. حددنا من خلالها آليات التدريب والتأهيل والاستشارات والبحوث والتقييم، بالإضافة إلى الاتصال الاستراتيجي كآليات أساسية استراتيجية. ارتكزت الاستراتيجية بكل بساطة على 4 أهداف استراتيجية. خلنا من الكلام مثل ما يقولون المنمق، نتكلم عن خدمات مطورة تخدم فيها المواطن، الإدارة والقيادة المالية وللموارد البشرية والمالية، 3 السياسات المطورة والداعمة، السياسات اللي مبنية على أسس علمية صحيحة، والرابع اللي هو كذلك كهدف استراتيجي هو ثقافة التغيير. نعم. التغيير في كل شيء موجود وراح يظل موجود، إذا ما يكون عندنا تغيير راح نكون متأخرين، فثقافة لابد يكون عندنا ثقافة التغيير بالإضافة إلى الإبداع. طيب هذا دكتور يعني ما أشرت له هي تعتبر الاستراتيجية، لو تحدثنا عن أبرز البرامج اللي يتضمنها برنامجكم الوطني لتطوير القيادات الحكومية. البرامج اللي تضمنها عندنا 6 برامج أساسية تضمنها البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، اللي هي تأسيس وبناء وتكوين وكوادر وقيادة، بالإضافة إلى القيادة العليا، بالإضافة إلى برنامج آخر اللي هو سميناه برنامج النخبة. كل مستوى من المستويات يؤدي إلى تطوير القيادات للمستوى اللي أعلى، فتأسيس هو لجميع الموظفين الحكومة الداخلين إلى الحكومة، والقيادة ليست بالوظيفة،
القيادة هي صفات وخصائص موجودة عند كل شخص على كل المستويات. طيب لما نأتي إلى برنامج مثلا تكوين يؤهل إلى رؤساء الأقسام، برنامج كوادر يؤهل للمدراء، برنامج قيادات يؤهل للوكلاء المساعدين، وهل مجرة على بقية المستويات. طيب دكتور، يعني بشكل مختصر، ما مدى يعني ارتباط البرنامج بالمسار الوظيفي لموظفي القطاع العام في الحكومة؟ لأن تركيز على خلق القيادات اللي موجودة فهو محتاجة في كل المستويات الإدارية. الهدف من كلنا، من كل التفاصيل اللي موجودة، احنا خدمة المواطن، لذلك نركز في العمل كله على خدمة المواطن مباشرة. لذلك كل مستوى من المستويات، عندنا التعاون الآن مع ديوان الخدمة المدنية لربط المستويات الوظيفية بالتطور والتطوير الإداري اللي احنا نقوم فيه من خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، سواء للمدراء ولا لرؤساء الأقسام أو للوكلاء المساعدين على كل جميع المستويات الموجودة. وفي قرارات ظهرت سابقا من ديوان الخدمة المدنية، والآن ستعزز بقرارات أخرى تعزز مسار الوظيفي المبني على أسس علمية من خلال التدريب على القيادة. نعم، إذا الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.